الهلال عمل ايه في 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 احراز هدفين، والوقت الكل اعتقد ان خلاص الغرافه صاعد صاعد. ادي مانيرو قد يفعلها ويحدث المفاجاه، قد يفعلها ابراهيم اول، ابراهيم اول، ابراهيم اول يتقدم، يمر، يعدي العرضيه، مانيرو خطير، تحضير، هدف ثاني، نعم هدف ثاني، اعملوها ابناء الخور، عملوها ابناء الخور. الدور 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 الدور، الخور هو اللي عليه الدور. نعم تقدم وتوغل بخيط المري بعد هجمه جميله من ابراهيم اول ومن مانييرو في الوقت الذي يبحث فيه نادي السد عن احراز الهدف الثاني. غريبه يا كوره، احوالك، يمينك راح على شمالك. نعم هذه المره الدور 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 الدور، الخور هو اللي عليه الدور. لكن الولد مانييرو راس الحربه وسط ثلاث لاعبين، استلم ولف وتدور وعدى وحضر وبخيط المري نعم يضعها بالقدم اليمنى ليعلن عن انتصار غاب طويلا للخور على نادي السد. ثلاثة ضغطين، ثلاثة محاولين، ولكن بخيت المري يضع تاني أهداف اللقاء لينتصر الخور على السد ويوجه رسالة قوية بأن الكبير كبير نعم، ولكن الصغير حتى لو كان في اللحظات الأخيرة قادر على مقارعة الكبار. إذن الخور يتقدم ويحرز هدف التعادل، هدف التقدم في الدقيقة 89 وبخيط